السلام عليكم. دلوقتي نجرب ان احنا ندخل الميتا توت ده خاص بمدينة فرعونية. بيقول لك اكتب اسمك، فانا هكتب اسمي معاذ واختار الافاتار بتاعي او الشكل بتاعي وليكن مثلا دوت، تمام. وفي اوبشن ممكن تدخل بجوجل او تدخل بميتا ماسك المحفظة بتاعتك، تمام. هقول له هنا معاذ واختار الشخصية دي مثلا واقول له كونتينيو. هو كده بقى بيحمل اهي، نقدر ان احنا نمشي من خلال الاسهم. في ناس موجودة هي بتجرب وتقدر تكتب معاهم. ايوه احنا بقينا موجودين اهو جوه المدينة. زي ما انتوا شايفين في زي اغنية كده شغالة، دي كأنك انت موجود في المدن القديمة، المدن المصرية القديمة. ايوه كده احنا دخلنا اهوت الميتا توت اهوت. الأهرامات اهيت، ده منقرة، المدرجات اهيت، زوسر، المسلات، تقدر تتفرج وتقدر ان انت تمشي جوه المكان زي ما انت عايز، كأنك انت في المقبرة دي مثلا اهوت. تقدر تكبرها، نقدر نروح لمكان تاني. تجربة جميلة. بس كده دوت. بينقلك بقى يوديك أماكن تانية. تجربة جميلة الصراحة. ميتا توت. بروح.